وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح الرائد عبد الله المعيلي رئيس شعبة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أوضح الخطة المرورية المعدة لموسم عاشوراء الهادفة إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق. الإدارة العامة للمرور عدت الخطة المرورية تهدف إلى انسيابية الحركة المرورية في محيط المآتم اللي راح تقوم في هذه المناسبة. الخطة راح انعدت من قبل اجتماعات تنسيقية مع المديريات الشرطة من أجل توفير هذه السلامة المرورية للمشاركين في هذه المناسبة وجميع مستخدمي الطريق. حيث تضمنت الخطة بتكثيف التواجد المروري من قبل الدوريات المتحركة سواء كان في السيارات أو الدراجات النارية، بالإضافة إلى الشرطة الراجلة في كافة الشوارع المحيطة بالمآتم والتقاطعات الرئيسية اللي راح تقوم فيها ذكرى عاشوراء، حيث تسهم الخطة في انسيابية الحركة المرورية.